كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكاليط كيجي غزال، كنتمنى تجربوه ويعجبكم. بسم الله على بركة الله. نبدا معكم. عندي ثلاثة البيضات، عندي كاس ونص فانيدا، عندي كاس زيت، عندي معلقة كبيرة عسل، وعندي قشور ديال الحامض، وعندي جوج خمارات، وعندي فاني. بسم الله على بركة الله. كنبداو بالبيض. كناخدو صفر بيضة، كنديرو فانيدا كاس ونص، كاس ديال العنبة، كنديرو فاني، بسم الله، كنخلطو هادشي. كنخلطو مزيان حتى كيدوب لينا السكر. كنزيد الكاس ديال الزيت، كندير القشور ديال الحامضة، كندير ديك المعلقه ديال العسل، ها هو الدقيق. عندي الدقيق هنا غربلتو. هذا البنات ماشي فورس رطب، هذا فورس حرش. انا كندير كاليط بالفورس حرش، ما كنديروش بالفورس رطب. بالفورس حرش كيطلع احسن من الفورس رطب. هذا الفورس حرش ماشي رطب. نديرو الخمارات،
غتكون قاصحه شويه. عطيتكم الخبار ديال الفورص كل واحد وكي شحال غادي يهز ليه ديال الفورص. هاي بنات عجينه من بعد ما ساليتها. بسم الله غنبدا معاكم دابا في التكوار. كل واحد كيفاش كيبغيهم، كل واحد وكيفاش كيبغي يديرهم. كاين اللي بغيهم صغار اللي بغيهم كبار. المهم انا كنفضلهم شويه كبار، ما كنبغيهمش صغار. هانتوما البنات، المهم البنات كملهم في التكوار، في سميتو في التكوار ونرجع لكم. من بعد ما كملت البنات التكوار، خديت صفار بيضاء مع شويه الكاكاو باش غندهن. المهم البنات من بعد ما خلطتهم غندهن. المهم البنات غندهنهم كلهم وغندخلهم الفران ان شاء الله فاش يوجدوا. ها انتم البنات كيفاش كيجي من بعد ما ساليتهم. ها انتم البنات كيفاش كيجي. كنتمنى تجربوا ويعجبكم الفيديو، تشاركوا معايا في القناة. شكرا بزاف على مشاهدتكم الفيديو. كنتمنى تجربوا. ها انتم كيفاش كيجي البنات. المهم كاين اللي بغي كبير اللي بغي صغير، كل واحد كيفاش كيبغي. انا كنفضل نديرو كبير. شكرا بزاف على مشاهدتكم الفيديو، كنتمنى تشاركوا معايا في القناة وديروا ابوني وجيم.